أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة النهاردة، حلقة جديدة من برنامجكم مصر كل يوم. النهاردة هنستعرض مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية مجموعة مهمة جدا من الأخبار التي تصدرت المشهد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وكمان هنوضح لكم مشاهدينا الكرام آخر المستجدات فيها. ودايما زي ما عودناكم فقرتنا هتكون متنوعة، وفقرتنا بشكل عام هتكون شاملة أخبار تخص كافة الملفات والتخصصات. خلونا نروح مشاهدينا الكرام لأول أخبارنا. النهاردة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا. كما وجه الرئيس بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة. فيما يتعلق مشاهدينا الكرام بمختلف المبادرات الصحية القومية، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، موجها بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية. النهاردة كمان مشاهدينا الكرام وافق مجلس الوزراء على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة. بالتأكيد وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتوفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لهذه الفئات ذات الخصوصية، بما في ذلك توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها، تقديرا لتضحياتهم خلال اللحظات الفارقة التي مر بها الوطن. وافق مجلس الوزراء على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتوفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لهذه الفئات ذات الخصوصية، بما في ذلك توفير فرص الحصول على وحدات سكنية لهم بمشروعات الدولة أو المدعمة منها، تقديرا لتضحياتهم خلال اللحظات الفارقة التي مر بها الوطن. كمان وافق مشاهدينا الكرام مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات أيضا التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية. وأيضا نص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقا لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما سنويا، وذلك بناء على طلب يقدم من الموظف العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة ب30 يوما على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف العامل أحد أقاربه
حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية. نص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقا لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف أو العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أو العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص. كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة الموافقة على الطلب المقدم من الموظف أو العامل المخاطب بأحكام هذا القرار بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج أو تجديدهما في مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه ما لم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها. ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية. وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة